الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت شبكة يورو نيوز أن سوق العقار في العراق وخاصة في العاصمة بغداد يشهد ارتفاعا غير مسبوق، مشيرة إلى أن هناك طبقة بحد ذاتها هي من تستثمر وليس المواطن البسيط أو الموظف. وأضافت الشبكة الأوروبية أن سعر المتر المربع في بعض المناطق التجارية في بغداد يتنافس في بعض الأحيان مع أسعار العقارات في باريس ولندن، بل يتعداها أحياناً، مبينة أن سعر المتر المربع الواحد في منطقة المنصور أو شارع الربيعي يصل إلى 20,000 دولار أمريكي. توقعت بعثة من صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم العام في العراق إلى 6.9% مقارنة ب 6% في العام الماضي، وشددت البعثة على ضرورة التخفيف من أثر أسعار الغذاء المرتفعة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأضاف الصندوق أن غياب الموازنة المالية لعام 2022 بسبب الصراع السياسي سيحد من النفقات المالية العامة، ما يستلزم تعزيز كفاءة الإنفاق ومواصلة الرقابة الوثيقة على التعيينات في القطاع العام وإعادة ترتيب أولويات النفقات ضمن سقوف الموازنة لتمكين تعزيز التحويلات النقدية المستهدفة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر واحتواء أثر الفقر على كلفة المعيشة المتزايدة. قالت رئيسة لجنة النزاهة النيابية ناهدة دايني أن ملفات فساد كبيرة مغلقة بفيتو سياسي وحزبي لم تفتح حتى الآن على مر عدة دورات برلمانية بسبب نتائجها المدوية التي تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة محصنة برلمانياً. وبيّنت الدايني أن ملفات الفساد المغلقة سياسياً نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد وموازنة المشاريع والخدمات في عموم القطاعات وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن معالجتها. قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي إن المزارعين عانوا انعدام الدعم من جميع مستلزمات الخطة الزراعية الشتوية وأبرزها الأسمدة بعد خفض حصص المزارعين، إلى جانب انعدام المستلزمات والمقومات الزراعية الأخرى. وبيّن الدليمي أن انعدام الدعم وشح الزراعة الصحراوية للحنطة بما يسمى الزراعة الديمية دفع أغلب المزارعين إلى خفض مشاريع الري الحديثة وتقليص أعداد المضخات اللازمة لتفادي تكاليف مالية لا يمكن تحملها، فيما أكدت محافظة صلاح الدين توقع انخفاض إنتاج الحنطة في المحافظة بنسبة تبلغ أكثر من 40% بسبب انعدام الدعم الحكومي والزراعة الديمية. أفادت وكالة موديز لتقييم الأصول والأسواق المالية أن 30% من الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة ستواجه مخاطر ائتمانية، وتفترض الوكالة أن هنالك سيناريوهين ستتأثر بهما الشركات الناشئة في ظل الأزمة الأوكرانية. الأول أن 8% من الشركات غير المالية ستواجه مخاطر مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بينما يفترض السيناريو الثاني السلبي أن الركود في أوروبا الذي يحتمل أن يكون ناجماً عن تعليق تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا سيؤدي إلى ركود عالمي وضغط شديد على السيولة. أما الآن فننتقل إلى معرفة أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.